السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواننا الكرام جميعا، وغفر الله لنا ولكم، حياكم الله وإياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم. إن شاء الله نرد اليوم على شبهات الشيعة الاثنى عشرية التي يثيرها بعض الرافضة في زواج المناكحة والمسفار والمسيار والسياحي، ويعد يتكلم بأنواع من الزيجات يعني لم ينزل الله بها من سلطان، أو لم نراها نحن أهل السنة والجماعة الذين ينعتون بالوهابية في مصادر أهل السنة والجماعة. ولكن هو للأسف يسمع كلام المعمم ويأتي يردد كالببغاء بلا بحث بلا دليل بلا أي شيء، ولكن يحاول أن ينتصر لنفسه دون أن يبحث. طبعا في الفيلم الوثائقي اللي أنا نزلته اللي هو المتعة الجنسية عند الشيعة، وجدت كثير من الردود يقول لك روح دور على المسيرة عندكم، روح دور على زواج المناكحة، روح دور على الزواج السياحي، وكأنه لا يرى العيب المعيب اللي هو قدامه، ولا حتى يستمع إلى الحقائق، وكأنه أصم وأبكم ولا يرى الحق. ولكن إن شاء الله نبين يا إخواننا الكرام اليوم ما يدعوها هؤلاء الكذبة من الشيعة الاثنى عشرية حول زواج المناكحة والمسفر والسياحة. أولا أنا أتحداكم قاطبة يا شيعة الأرض أن تأتون بفتوى من أي عالم سني عن زواج المناكحة والمسفر والسياحي الذي تدعوه على أهل السنة والجماعة، وأتحدكم أن تأتوا بمصدر لتلك الفتوى. ادعيتم على الشيخ العريفي كذبا وزورا عبر تغريدة في تويتر إنه هو صاحب هذه الفتوى ورد الشيخ، وهنسمعكم رد الشيخ الآن ثم نبدأ بعد ذلك في جزء زواج المسيار ونوضح لكم. هناك فتوى نسبت إليكم عن زواج المناكحة، فتوى جديدة أنكم أجزتم للثوار السوريين أن يتزوجوا زواج المناكحة، ثم نسب إليكم أيضا تكذيب لهذه الفتوى. البداية، ما حقيقة هذه الفتوى وتكذيبها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مع انتشار الإنترنت وسهولة أن يفتح كل إنسان صفحات بأسماء أشخاص آخرين، وسهولة أيضا أن يفتح صحيفة إلكترونية من بيته ويصبح هو رئيس التحرير وهو الصحفي الوحيد فيها، يجمع فيها ما شاء ويركب الصورة كما يشاء، بدأ يركب سواء على السياسيين أو على الدعاة أو على المشاهير عموما، حتى الممثلين واللاعبين وغيرهم يركب عليهم أحيانا صور بالفوتوشوب، ويركب عليهم بعض الأخبار التي لا تصح. هذه من ضمن ما ركب، يعني تفتح أحيانا صفحات معينة باسمي، وضع صورتي التي في صفحتي في تويتر وفي الفيسبوك، ويأتي عبر التغريدة معينة ويكتب ما شاء ويصورها، ثم بعد ذلك ينشرها ويقول هذه تغريدة لفلان. الرجوع إلى صفحتي يثبت أن هذه التغريدة لي أو ليست لي. هذه التغريدة التي انتشرت، العجيب أن الذي ركبها أيضا لم يحسن التركيب، فإنه معروف أن الأحرف في تويتر لا تزيد عن 140 حرفا، هذه التغريدة هي 5 أسطر أو 6، وبالتالي وصلت إلى أكثر من 300 حرف. واضح أنها مركبة عبر برنامج الفوتوشوب، ربما لأهميتها، يعني ربما أنه أراد أن يوقعها إيقاعا تاما. وهي أيضا لا يقولها عاقل، فضلا عن أن يكون طالب علم، أن تأتي الفتاة وتدور على المجاهدين في سوريا، تتزوج هذا 4 ساعات ثم تنتقل إلى الآخر 4 ساعات. لا يقول يا أخي أي عاقل أن هذا جائز، فضلا عن أن يكون طالب علم. أين الولي وأين العدة الشرعية للمرأة بعد طلاقها ونحو ذلك؟ هذا باطل. وأنا أعجب حقيقة أيضا من الصحف التي تبنتها ونشرتها، من بعض القنوات الفضائية التي تبنتها ونشرتها، مع أني مباشرة في صفحتي في تويتر وفي الفيسبوك وفي موقعي الشخصي وفي أيضا في غيره من القنوات، وضحت أنها مكتوبة وأنها غير صحيحة. سمعتم إخواننا الكرام لقول الشيخ العريفي جزاه الله كل خير أن هذه الفتوى مكذوبة عليه، ولكن الشيعة للأسف يعني هي بتدور على أي شيء، يعني تبحث الشيعة عن أي شيء ضد أهل السنة وتحاول تعمل عليه فرح حتى لو مكذوب. نعم، يعني ان دينهم اكذب 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 حتى يتصدق نفسك ويصدقك الناس ويصدقك الاخرون، يعني دين بني على الكذب، التقية ديني ودين ابائي، من لا تقية له لا دين له. فنتخيل من الشيعة كل شيء، يعني حتى لو اقسم الشيعي بالله نعلم انه يتقي وانه كذاب. اما المفاجأة ليكم في موضوع زواج المناكحة كما وضح الشيخ العريفي، إنكم لم تستطيعوا أن تأتوا بدليل إلا من خلال هرطقة فقط، والمسفار والمسيار والسياحي ومش عارف إيه، عملت الله أنواع زواجات لا ينزل الله بها من سلطان. أما بالنسبة لزواج المسيار وهو الأهم، الشيعة ردت كلمة المسيار عندكم كالمتعة، المسيار عندكم كالمتعة، كذب ورب الكعبة، لأن المسيار زواج شرعي فيه كل الشروط الشرعية الموجودة في الزواج
الدائم، حتى ننشر لكم بعض فتاوى أهل العلم في هذا الشأن حول زواج المسيار، ونوضح لكم كذب الشيعة في هذا الشأن. ما حكم زواج المسيار لفضيلة العلامة ابن باز والعلامة صالح الفوزان؟ سؤال، ما حكم زواج المسيار؟ الفتوى من علماء البلد الحرام، وجدت هذه الفتوى للشيخ ابن باز رحمه الله صفحة 666، لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعا، وهي وجود الولي ورضا الزوجين وحضور شاهدين عادلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحث الشروط أن يوفي بها ما استحللتم به الفروج، يعني متفق عليه في صحيح البخاري. وكل هذه الأمور يعني فتاوى عدة يعني جاءت من أهل العلم، مش عايزين نقرأ كلها عشان الوقت، عشان ما طولش على إخواني الكرام. فإذا كل زواج عندنا نحن أهل السنة والجماعة خالف الشروط الشرعية مهما كان مسماه فهو زواج باطل، وافق الشروط الشرعية فهو زواج صحيح. طيب، هل المسيار محدد بمدة؟ ليس بمحدد بمدة. هل المسيار لا يوجد فيه ولي؟ لا يوجد فيه ولي. هل المسيار يكون في الخباء وليس في العلن؟ لا يكون في العلن وليس في الخباء. هل المسيار هو نفس زواج المتعة؟ لا. ولكن تعالوا للطمة الكبرى عندكم يا شيعة، يا من تقولون بأن زواج المسيار زواج المسيار، وعرفتونا بصراحة بموضوع زواج المسيار. تعالوا شوف السيستاني ماذا قال في زواج المسيار. السيستاني يجيز زواج المسيار من موقعه، سؤال رقم 33: هل الزواج المعروف بالمسيار الذي يجيز العام جائز حسب مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ الفتوى: إذا كان المراد عقد النكاح مع إسقاط حق النفقة والقسم فلا مانع منه، وإذا كانت هناك شروط أخرى فلا بد من ذكرها لننظر فيه. ده مين؟ السيستاني. السيستاني يقول إذا كان موافق الشروط الشرعية فلا بأس به. محمد صادق الروحاني أيضا يجيز زواج المسيار، قال: إذا تحققت فيه الشروط المعتبرة في الزواج الشرعي فيكون جائز، وإلا إذا فلم تتحقق تلك الشروط فلا يكون جائزا. فهل عندكم يا شيعة في زواج المتعة الذين تتشدقون به ليل نهار وتقولون عندكم مسفار ومسيار وسياحي وكذا؟ أنا أتحداكم، وسبق لي وأتحداكم للمرة المليون، إذا أتيت لي بزواج يسمى المناكحة أو المسفار أو السياحي من فتاوي أهل السنة والجماعة، ومن أفتى بزواج لا ينطبق عليه الشروط الشرعية مهما كان مسمى فهو عندنا فاسق، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن نتحداكم أن تفسقوا عندكم مرجع، لأنكم عبدة المراجع. يعني إذا من أفتى بزواج المناكحة هذا أن المرأة تتزوج كل 4 ساعات فهو فاسق ملعون عندنا، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يستند على حكم شرعي في هذا الأمر. تعالوا نشوف عندكم بقى الفتاوي في المتعة. تقول بس المتعة عندنا شهود؟ لا، المتعة جائزة عندكم من غير شهود، كما جاء في الكافي للكليني الجزء 5 صفحة 387 باب المتزوج، التزويج بغير بنية، بغير بينة، آسف، التزويج بغير بينة. يقول هنا عن علي بن إبراهيم عن زرارة بن أعين، سأل أبو عبد الله عين عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال: لا بأس بتزويج البتة، لا شيء بتزويج البتة فيما بينه وبين الله، إنما جعل الشهود في تزويج الإيه؟ البتة، من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن له بأس. تمام؟ يبقى إذن عندكم التزويج جائز من غير شهود. تعالوا نشوف الصدمة الثانية عندكم يا شيعة. تمام؟ إن المتعة عندكم جائزة بالمتزوجة، عند الشيعة يجوز التمتع بالمتزوجة، جاء في الكافي للكلية. طبعا المصادر كثيرة هي على فكرة، يعني هو مش مصدر واحد بس، في مستدرك الوسائل، كتاب تحرير الوسيلة، الحدائق الناظرة، بحار الأنوار، وسائل الشيعة، كل هذه الأمور، تهذيب الأحكام للطوسي، المفيد، رسائل المتعة، كل هذه عندكم تبيح للمتزوجة أن تتزوج. إزاي يا عم سفير بتتكلم الكلام ده؟ وإزاي يا عم أشرف بتتكلم الكلام ده؟ قال لك هو: إذا جاءتك امرأة، تمام، قلت لأبي عبد الله: إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر. هو ما يعرفش، قابل واحدة في الطريق ما يعرفش إذا كانت متجوزة ولا من العواهر. قال: ليس عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها. يعني قلت أنا مش متجوزة، هو يصدقها خلاص دون أن يبحث، ملهوش أن يبحث ولا يدور هي متجوزة ولا لأ، هي عندها بعل ولا ما عندهاش بعل، هي على ذمة راجل ما عندهاش راجل، المهم هي قالت عايزة تمتع خلاص، يديها غرضها وخلاص في هذا الأمر. طيب، فرجوك تاني مرة يا شيعة، تمام، ان المتعة عندكم بلا نفقة، في تهذيب الاحكام للطوسي جزء 7 صفحة 267، وسائل الشيعة للحر العاملي، وسائل الشيعة ايضا. يقول هنا ايه؟ فاذا مضت ايامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة عليك.
فيش في الـ في الـ في المتعه عندكم نفقه عشان تيجي تقول لي اصل البتاع زي المسيار. طيب الولي في زواج المتعه هل يشترط الولي عندكم في زواج المتعه؟ لا يشترط الولي. جاء في رسائل المتعه للمفيد صفحه 10 تهذيب الاحكام للطوسي جزء 7 صفحه 254 تهذيب الاحكام ايضا. كل دي مصادر عندكم. وسائل الشيعة للحر العاملي كل هذه مصادر عندكم تبيح الزواج بالبكر بدون شهود. حتى عندي مقطع في القناه اتمنى انكم تخشوا تشوفوه ان سعيد العرادي لما اتصلت بيه اسمه شنق المعمم سعيد العرادي بيقول لك عادي المتعه من غير ولي جائزه بالبكر ومن غير شهود جائزه بالبكر وهي حره نفسها. لا باس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابيها. وجميل ابن دراح حيث سأل الصادق عن التمتع بالبكر قال لا بأس أن تتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهة أو كراهية. تمام. العيب على إيه؟ أهلها. إيه لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها. طيب ده عندكم يا شيعة البلاوي ده هيت وجايين تقولوا مصفار ومش عارف إيه. تعالوا طب تتكلم تاني. المتعة عندكم حرمت يا شيعة بقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه والحديث المخفي عنكم والحديث صحيح ونتحدى الشيعة أن تضعف سنده ولكن الشيعة لم تجد هروب من هذا الحديث إلا من يروي المجلسي يقول لك إيه أصله روية من باب التقية أو من باب التقية. طب أنت كنت يا مجلسي قاعد مع الإمام علي وهو يقرأ الحديث عشان تقول من باب التقية أو ليس من باب التقية ولا هي التقية على المزاج عند المعممين؟ المعمم يقول لك ده من باب التقية تقول له ولا الضالين آمين. نحن نثبت لكم يا شيعة أنكم لا تتبعون المعصومين ولا تتبعون آل البيت رضوان الله عليهم بل تتبعون المراجع وتعبدون المراجع. لماذا لم يأتي معصوم آخر عندكم بعد علي بن أبي طالب وقال إن علي روى هذا المعصوم روى هذا الحديث من باب التقية؟ هل المعصوم أعلم أم المرجع عندك أعلم؟ هل المعصوم أعلم بأن هذا الحديث مروي من باب التقية أم من باب الإخبار؟ طيب روى عن علوان عن علي عليه السلام حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة كتاب تهزيم الأحكام للطوسي الجزء 7 صفحة 251. عشان ما طولش عليكم يا إخواننا الكرام ردينا على شبهات الشيعة في المناكحة والمصفار والسياحي والمسيار ونقول لكم يا شيعة اتقوا الله اتقوا الله ليس بينكم عاقل. ده أنا عندي فتاوي عن المتعة فحدث ولا حرج عندكم أصلا لا يجوز التمتع ببنات الشرف أبناء السادة. لا تتجرأ أن تطلب بنت السيد للمتعة لا تتجرأ أن تطلب بنت المعمم للمتعة ولكن المعمم يتمتع بأهل بيتك ولا تستطيع أن ترد. المعمم يطلب أهل بيتك للمتعة ولا تستطيع أن ترد. فإياك وإياك وإياك أن تقارن ما بين الزواج الشرعي عند أهل السنة والجماعة أو زواج المسيار عند أهل السنة والجماعة أو أي زواج مهما كان مسمى عند أهل السنة والجماعة لأن عندنا قاعدة أي زواج مهما اختلف مسمى وافق الشروط الشرعية فهو صحيح خالف شرط واحد من الشروط الشرعية فهو زواج باطل بإجماع أهل العلم. أترككم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الشيعة لا ترد ياريت إذا كان هناك من يستطيع أن يناقش في هذا الأمر. عندكم اليوزر بتاعي سفير الإسلام في البلتوك وأنا لا أناظر مناظرات كتابية بل أناظر مناظرات صوتية وأتمنى زيارة قناتي في اليوتيوب لطرو فضائح الحيدري عندما سألته هل يجوز أن أتمتع بابنتك أو تزوج ابنتك متعة أم لا فهرب من السؤال وما جاوبش. لما سألنا علي القراني هل يجوز أن تزوج ابنتك متعة أم لا هرب من السؤال. سعيد العرادي هرب من السؤال. كثير من معمم الشيعة الذين تجلسون تحت أقدامهم بالألاف وما يسعكم إلا أن تقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد ولا يتجرأ فيكم أحد أن يسأله سؤال من أين لك الأدلة ومن أين أتيت بالدليل لهذا القول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديكم ويهدينا إلى ما يحب ويرضى. كان معكم أخوكم أشرف غريب مؤسس ائتلاف سنة العالم ضد الشيعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.